نعم، إذا جوارديولا لاحظ له المسكين في هذه المنافسة. شوف جوارديولا، جوارديولا هو قالها محمد بعضمة لسانه هذا الموسم، واش قال؟ قال إذا ما إذا لم توقعنا القرعة أمام ريال مدريد من الممكن أن نأخذ رابطة أبطال أوروبا. في الموسم الماضي كان فريقه يملك كل مقومات الفوز والتتويج برابطة أبطال أوروبا، لسوء حظه وقع أمام ريال مدريد في نصف النهائي. لا يمكن أن تكون حجر عثرة أمام ريال مدريد في الأدوار الإقصائية في رابطة أبطال أوروبا في المواسم الأخيرة على أقل تقدير. لذلك غوارديولا يبقى واحدا من أحسن المدربين في العالم، ولكن عليه أن يتوج برابطة أبطال أوروبا لأنها ربما تبقى دينا على رقبته تجاه جماهير مانشستر سيتي وإدارة مانشستر سيتي التي وفرت له كل الظروف من أجل النجاح في هذا الفريق. نعم، بما أنك تحدثت عن غوارديولا نفضل أن ندخل الآن الدوري الإنجليزي. رياض محرز حسب ما لدينا من معلومات وكواليس مستاء جدا من الطريقة التي تعامل بها معه غوارديولا في النفق المؤدي إلى غرف تغيير الملابس، يعني لا نقول محبط ولكنه مستاء جدا من تلك الطريقة. لا أكيد الطريقة اللي خرجوا بها غوارديولا كان حتى في لما نشوفه في مباراة أمام توتنهام، حتى وإن كان سيتي كله سيء فإن محرز كان أفضل سيئين فوق أرضية الملعب. نعم، حتى أنه أخطر محاولة لمانشستر سيتي في المباراة كانت من رياض محرز، كورتو اللي ارتطمت بالعارضة الأفقية لمرمى لوريس، لذلك إخراجه بعد تلك السلسلة من المساهمات في المباراة الأخيرة، الحسم والكثير والكثير من الأمور الأخرى. اليوم الطريقة اللي خرج بها محرز ربما غلطة أخرى من غوارديولا تجاه رياض محرز، لأنه حتى صحفيين اللي قراب في إنجلترا يقول لك لو كان لاعب آخر ربما لما أخرجه باب بتلك الطريقة. ربما معليش اليوم نتحدثوا على هذا الامر، انا ربما محرز في مباراه المقبله في الدوري لمانشستر سيتي قبل مباراه ارسنال اعتقد بانه سيلعب امام استون فيلا في ملعب الاتحاد، سيعود ربما كاساسي لانه حاسم وافضل من بقيه اللاعبين الاخرين اللي ينافسوا على المركز، وبعدها يوم الاربعاء المقبل سيلعب مانشستر سيتي امام ارسنال مباراه متاخره، الجوله هذه عنده دبل جيم يعني مباراتين في أسبوع واحد. نعم. لكن الطريقة هذه ربما ما تعجبش شوية بنظر إلى مستوى ما كانت رياض محرز، ولو أنه مانشستر سيتي يعاني أيضا من مشكلة هناك صحفي رابطة الإنجليزية لكرة القدم فيها ما زاد الطين بلة، تهديد كبير لمانشستر سيتي، غضب واستياء رياض محرز وتقارير بعض الصحفيين الذين زعموا أن بيب غوارديولا شتم رياض محرز أمامهم. تتعلم أنه في إنجلترا هناك شتائم تقال بطريقة عادية، ولكن تبقى شتيمة لما يتسرب الأمر إلى وسائل الإعلام وتنفضح الحادثة أمام الجماهير. من حق رياض محرز أن يطالب بمعاملة أفضل لأنه أفضل لاعب بعد كأس العالم في فريق مانشستر سيتي، ليس أو ما هكذا يتعامل بيب غوارديولا مع أحسن لاعبين في الفريق. هل غوارديولا ديكتاتور في الفريق أمين؟ لا ما نقولوش ديكتاتور محمد، لأنه نشوفوا طريقة تعامله مع دي بروين حتى لما يخطئ دي بروين، كاين العديد من المباريات دي بروين مؤخرا دي بروين ليس في أفضل أحواله، ولا مرة شاهدنا بيب غوارديولا يصرخ في وجه دي بروين لمجرد سوء تفاهم. أمين كانسيلو ليس إنجليزيا وليس بلجيكيا محمد، برتغالي. أما بقية اللاعبين لم نراه يشتمهم أبدا، لم يعني نراه يصرخ. في رأيك غوارديولا ينظر إلى جنسية اللاعب قبل أن ينظر إلى اسمه؟ جنسية والشخصية محمد، حتى الشخصية تلعب دور. لو كان محرز في أول مرة حدث هذا الأمر وقفة رجل صنديد لما تواصلت هذه الظاهرة، كان على محرز أيضا أن يدافع على نفسه مثل ما يفعل العديد من اللاعبين، وشاهدنا الكثير من اللاعبين يحتجون علانية أمام الكاميرات على تغييرهم في المباريات، في مباراة مانشستر سيتي وفي المباراة المقبلة يشارك أساسيا. حدث الأمر مع رحيم ستيرلينغ، حدث الأمر أيضا مع عدة لاعب مع أغويرو قبله. لماذا رياض محرز دائما يتعرض لمثل هذه المعاملة ويسكت؟ هو لامين المشكل ما هوش التغيير، قال لعبين مدربين قاعد يديروا التغييرات، ولكن محرز قبل أشياء كثيرة يعني ولا مرة انتفض أمام هذا المدرب هدايا، وبالنسبة لي ما هيش جديدة هذه الأفكار هذه، كل عام يدير، ماشي كل عام، كل أسبوع يدير له هكذا. كان المفروض على محرز أن ينتفض مرة الأولى لما تقيس الشخصية تاعي من انتفض، هذا ما كان.
الى ديربي المرسي سايد، ليفربول يستقبل ايفرتون في واحده من اقوى المواجهات هذا الاسبوع. نعم، ليفربول مصيره مصير كلوب عفوا، حتى مصير ليفربول في التاهل الى دوري ابطال اوروبا يبقى معلق. اليوم ليفربول متاخر بحوالي 10 نقاط عن صاحب المركز الرابع، لكن كانت هناك اخبار ساره في معسكر ليفربول هذا الاسبوع بعوده 4 مصابين الى التدريبات. نتحدث عن فون دايك، فيرمينيو، ديغو جوتا وارتر ميلو، كلهم لاعبون خصوصا ما عدا ارتر ميلو ما زال في الاشجاع مع ليفربول، كلهم لاعبون مؤثرون في الفريق. نعم، خصوصا انه عودتهم جاءت في فتره حساسه جدا قبل ديربي المرسي سايد وقبل مواجهه ريال مدريد في ثم نهائي رابطه ابطال اوروبا. ربما ستكون جرعه امل، جرعه نفسيه لبقيه لاعبي فريق ليفربول، ولكن في حال خساره جديده امام ايفرتون المترنح والاخر، ايفرتون الذي استقدم المدرب شون دايش وفاز معه باول مباراه امام المتصدر ارسنال بهدف دون مقابل، وعدوه يكون وعدوه بعلاوه كبيره من اجل البقاء. نعم، اذا حقق البقاء، والتقارير الصحفيه الانجليزيه رشحت ان تكون المكافأة أكبر كلما كان مركز إيفرتون أحسن في نهاية الموسم. لذلك إيفرتون لن يكون لقمة سائغة بتاتا في فم ليفربول، خصوصا التاريخ ديربي المرسي سايد. نعم نعم، تاريخ كبير وندية كبيرة، ملعب ملعب الجوديسون بارك وملعب أونفيلد أعتقد أقل من 1 كيلومتر 650 بين الملعبين، يفصل بينهما نهر المرسي سايد. الخسارة لليفربول راح تكون كارثية، راح تكون قاسمة خصوصا قبل ثم نهائي رابطة أبطال أوروبا. نعم، إلى نادي مانشستر يونايتد نريد أن نحلله بحضور كاسيميرو وبدون حضور كاسيميرو. نشاهد هذه الصورة، كاسيميرو سيغيب عن مانشستر يونايتد بعد تلقيه البطاقة الحمراء في المواجهة الماضية 3 مباريات. إذا تفضل ميدو، تفضل. عندما لا يبدأ كاسيميرو معدل استقبال الأهداف 2.1 هدف لكل مباراة، معدل النقاط اللي يحوزها المانيو هو 1.4 نقطة. في حضور كاسيميرو يستقبل 0.7 أهداف معدل يعني، ومعدل النقاط في كل مباراة هو 2.3، يعني تقريبا الفوز قرابة فوز في كل مباراة بحضور كازيميرو. كازيميرو بالشخصية، بالهيبة، بالقوة، بالما أعطاه لنادي مانشستر يونايتد، رغم أنه اشتراه بثمن كبير 85 مليون أورو مقارنة بسن كازيميرو، لكن لما تسمع إريك تين هاغ يتحدث عن أهمية كازيميرو تفهم نوعية المدرب. كان يعرف، قال لهم لما حللنا مباريات مانشستر يونايتد الموسم الماضي عرفنا بأن مكمن الخلل يكمن في عدم وجود رقم 6 من طينة كازيميرو، لذلك ما صرفناه على كازيميرو بالنسبة لمانشستر يونايتد هو علاج لداء كان مستوطنا وينخر جسد المانيو. نعم، توتنهام يحل ضيفا ثقيلا على نادي ليستر سيتي، ولكن متسلحا بالمعنويات المرتفعة التي جمعها بعد فوزه على مانشستر سيتي في الجولة الماضية 0.5. وأيضا عودة كونتي مدرب الفريق إلى أجواء التدريبات بعد خضوعه لعملية استئصال المرارة. أمين. نعم، عودة سترفع معنويات لاعبيه بعدما غاب عن المباراة السابقة التي فاز فيها. غيابه كان الخير على الفريق، فاز على مانشستر سيتي بهدف دون رد. مباراة ستكون موعدا هاما من أجل مواصلة النتائج الإيجابية، أو على الأقل البناء على الانتصار الكبير الذي حققه ديوك لندن على حساب مانشستر سيتي في الجولة السابقة، إذا ما أرادوا البقاء في أجواء البريمير ليج والظفر في آخر المطاف بمكانة أو مركز مؤهل لرابطة أبطال أوروبا. نعم، شكرا جزيلا.